يا حسين، أنا أمير المؤمنين، أنا لسان الصادقين، أنا وزير المصطفى، أنا خازن علم الله ومختاره من خلقه، أنا قائد السابقين إلى الجنة، أنا قاضي الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا الذي عمه سيد في الجنة، أنا الذي أخوه جعفر الطيار في الجنة عند الملائكة، أنا قاضي الرسول، أنا آخذ له باليمين، أنا حامل سورة التنزيل إلى أهل مكة بأمر الله تعالى، أنا الذي اختارني الله تعالى من خلقه، أنا حبل الله المتين الذي أمر الله تعالى خلقه أن يعتصموا به في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. أنا نجم الله الزاهر، أنا الذي تزوره ملائكة السماوات، أنا لسان الله الناطق، أنا حجة الله تعالى على خلقه، أنا يد الله القوي، أنا وجه الله تعالى في السماوات، أنا جنب الله الظاهر، أنا الذي قال الله سبحانه وتعالى في وفي حقي: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أنا عروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. أنا باب الله الذي يؤتى منه، أنا علم الله على الصراط، أنا بيت الله، من دخله كان آمنا، فمن تمسك بولايتي ومحبتي أمن من النار. أنا قاتل الناكثين والقاسطين والماركين، أنا قاتل الكافرين، أنا أبو اليتامى، أنا كهف الأرامل، أنا عما يتساءلون عن ولايتي يوم القيامة، قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.